مساء الخير، معكم حسن سعد من قناة جيمرزي، واليوم يا حبيبي عندنا تشكيلة انجليزية جدا جدا قوية. طبعا زي ما اوريكم طلع اللي يكون اجويرو باكج يا حبيبي، وطلع لي اللي هو سيسك فابريجاس في باكج، وطلع لي هذا اللاعب ساديو مالي ولكن ما سجلت، وانا لقيت سعره 30,000 ما في داعي اني اسجل. واو طلع لي في باك 50,000 هو وتشيك في نفس الباكج. فبنت التشكيلة حولنا هذول اللعيبة كلهم طلعوا لي في باكجات ما عدا لاعب واحد اللي هو اشتريته أمس داربيان ب 850 كوين، وإن شاء الله راح أشتري هنا سانشيز، حشتري كوينز، ممكن أشتري 100,000 كوين وأشتري سانشيز كمدافع وأشتري كملاعب وسط. فاليوم يا حبيبي عندنا جيمي فاردي، كون أجويرو، سيسك فابريجاس، ساديو ماني، بيتر تشيك. خلينا نروح نشوف كم سعره لألكسيس سانشيز ممكن نشتريه في الأيام الجاية. هنشوف يا حبيبي سانشيز اللي هو ال دبليو بول سترايكر، نشوف كم سعره. هذا هو سانشيز، سعره تقريبا 40,000 42,000 كوين، بس 42,000 كوين يعني حيكون شيء كويس، ما هو جدا غالي ولا جدا رخيص. السرعة 87، الدربل 88، والشوت 83. لو حنشتري هازارد، هازارد حيكون غالي علينا، حيكون سعره تقريبا 120,000 كوين، وانا ما ابغى اشتري كوينز وبس يعني اصرفها على هازارد. هازارد خلينا نشوف كم سعره يا حبيبي، 93,000 كوين سعر هازارد، 90,000 كوين. ما ادري والله، ممكن اشتريه لهازارد، واشتري لجون تيري مثلا 3,000، اشتري للاعب وسط مثلا سعره 8,000 او زي كذا. على العموم هذا مو موضوعنا اليوم، موضوعنا اننا حنلعب مع تشكيلة الاسبوع. تشكيلة الأسبوع جدا قوية، فيها غريزمان، فيها لاكازيت، فيها هولك، فيها ديفيد لويز، فيها كارفاخال، وفيها بيدرو يا حبيبي. هذه تشكيلة جدا قوية، يعني قوية من ناحية الدفاعية، من ناحية الوسط، ومن ناحية الهجوم جدا قوية. عندنا مهاجمين من نفس الجنسية، يعني شيء جدا كويس. فخلينا يا حبيبي نلعب ضدهم اليوم ونشوف تشكيلتنا ولا تشكيلتهم هي اللي حتفوز. لسه ما غيرت الشعار، ما غيرت الطقم، ما غيرت ولا شيء. ممكن اشتري 200,000 كوين او 100,000 كوين، اعتقد ان اشتري 200,000 كوين، اشتري 200,000 كوين وابني لي تشكيلة احط فيها هازارد. يعني اكمل هذه التشكيلة تقريبا 100,000، وال100,000 الثانية اسوي بيها تشكيلة مو انجليزية، اسوي بيها تشكيلة ايطالية او اسبانية. على الارجح والله ما ادري، ممكن اسوي اسبانية احط فيها غريزمان، احط فيها والله ما ادري. هلا عموما يا حبيبي اليوم عندنا المباراة القوية هذه، فيها هازارد الصيني اللي هو هازارد اعتقد اخو ادن هازارد، انفورم موجود ومعانا يعني لعيبة جدا قوية. طبعا انا سويت تشكيلة ايطالية، ممكن احط فيها كليني، احط فيها انفورم، هامشيك، احط فيها ديبالا 78، عشان ال 81 يقولوا الجلتش فيه مو موجود. خلينا يا حبيبي عندنا هنا هجمة يا حبيبي من كون أجويرو، كون أجويرو يعطي كورة جميلة لهذا اللاعب للأم اللي حنغيره، ترجع الكورة عند فاردي، فاردي يا حبيبي وين؟ وين وين وين؟ يعني هذه شوطة لاعب قوت 75، أوكي، بس ما شوطة فاردي يا حبيبي، فاردي يعني هداف الدوري الإنجليزي، لاعب جدا أسطوري. ممكن اشتري دييغو كوستا، لا دييغو كوستا لا، عندي مهاجمين، عندي فاردي وعندي اجويرو، خلاص ايش ابغى في دييغو كوستا؟ دييغو كوستا عندي هو في الاكونت الثاني، شيء جدا اسطوري جدا رهيب، رائع رائع رائع. يمكن يوصلها من المنتصف، اوكي لا 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 يراوغ، طلع كوره الله. فان شاء الله اني اشتري 200,000 كوين اليوم او بكره، واحاول اني اضبط التشكيله واسويها تشكيله جدا قاتحه. ممكن اني احط فيها اللي هو جون تيري، اللاعب هازارد، وبين كمان اعتقد ان احط لاعب وسط، والله عندي فابريجاس، ممكن احط شفاينشتايجر، ممكن احط شفاينشتايجر بالنسبه للريتنج شيء كويس، او بالنسبه للاعب اقدر اني احط اريكسون، بس ما ابغى اريكسون. اوكي يا حبيبي هنا عندنا هجمه مرتده، مو مرتده بس هجمه، اي 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 اي، تلعب مصارعه مع فاردي، تلعب مصارعه مع فاردي يا ابوي، ايش بك؟ لا لا كاكا كاكا، هذا ريكاردو كاكا،
اعتقد انه يرقى توكاكا يا حبيبي، اللاعب الاسطوري، اللاعب اللي اخذ البالوندوخ امام ميسي وامام كريستيانو. اوكي لا طلع كورة، وحتى الان يعني جاتنا هجمات بس ما سجلناها. باذن الله هذه هجمة وحنسجلها من الكون، من سيرجيو اغويرو يامور، سيرجيو عدي فلورينجي شال الكورة يا حبيبي، ترجع الكورة عند غريزمان وحده لكاكا لهازارد، والله كانوا حيجيبوا فيه جول. للاسف إيش؟ الهدف ليس صحيح، هناك تسلل واضح. من المؤسف ان تشاهد مثل هذه الاهداف ومع ذلك هذا جلتش ولا ايش سبب التسلل؟ خساره، هو هدف اوكي، هو تسلل بس هو جول، التسلل والحكم ما هو جول اصلا اكيد التسلل. خلينا نحط الاعاده نشوف هو دخل جول ولا طلعت برا، ما هي جول. علاش فرحان؟ الله على الجلتش، الله الله الله، جلتش يا حبيبي، طلعها برا، راح يحتفل انها هدف، انها طلعت تسلل، كيف؟ سبحان الله، ايش ذا الجلتش يا حبيبي؟ يعني طلعها برا، الله اقول راح طلعها برا، وراح يحتفل وطلعت انها تسلل، كيف راح يحتفل؟ والله ما ادري، حشوف الاعادة في الفيديو. لو طلعت من جد جليتش حسمي الفيديو، ما ادري، اخطر جليتش في العالم، راح يحتفل بهدف اصلا ما هو هدف، والله غريب. فيفا 15 لو كنت تجيبها فوق العارضه يحسبوا لك هي هدف. اوكي لا 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 لا, لا. فاردي تهور، دخل منطقه الجزاء وتهور. لا يا فاردي، انا هذه اول، هذه ثاني مره العب هذه التشكيله، ثاني مرة أرعب بالتشكيلة، وكثير ناس طلبوا مني أني أرجع أنزل فيفا، وهذا فيديو يعني من الفيديوهات اللي نادرة في القناة، اللي أسجل فيديو اليوم وأنزله اليوم، يعني هذا الفيديو قاعد أسجله الحين كم الساعة؟ الساعة يا حبيبي 6، يعني إن شاء الله ينزل لكم حوالي الساعة 7 أعتقد، أو حتى لا أقل، إيش اللي 7؟ ينزل لكم يا حبيبي بإذن الله 6:15، 6:30. فخلينا يا حبيبي تشوف فابريجاس، لا 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 يا فابريجاس، ارجع خذ الكورة، ارجع خذ الكورة، انت وفور 88 واسطوري كل شيء. اوكي لا ما يعدي، فان شاء الله نشتري اللي هو سانشيز. انا خلاص سانشيز قلنا له لا، هنشتري ايش والله جابه في العارضة، صاروخ يا شيخ صاروخ. وهنا غريزمان طبعا يحول امها ويطلع الكوره برا. طيب غريزمان طلعها برا الدقيقه 30. سيرجيو وينك يا سيرجيو؟ وينك يا اغويرو؟ اغويرو حلو فابريكس فابريكس يعطيها لاغويرو، اغويرو يراوغ اغويرو. لا يا شيخ المدافع شاتها فيه وطلعت برا، المدافع شاتها فيا وطلعت برا، ليه يا شيخ؟ اوكي فلورينزي يتقدم بالكوره، كوره جميله، لا ما ادري معليش بيدرو، المهم كره بيدرو اللي يلعبهم لاعبين سي دي ام، غريبه مركز ار ام لاعبين سي دي ام. اوكي غريزمان لا ما يعدي يا عيال، لازم له مدافع، لازم نشتري مدافع، يعني جوكي جون تيري ما عنده سرعه، بس السرعه ما هي كل شيء، السرعه ما هي ابدا كل شيء، اللاعب قوته 85، عنده الديفند جدا كويس، يعني لازم يكون عندنا كابتن، بس كابتن بيكون اكيد اللي هو فابريكاس الفورم. لا وربي كان جول يا شيخ، كان هدف اسطوري حلو. التشيك يعطيها لفرناندو، فرناندو يا حبيبي اللي هو سي دي ام، وانا اللاعب وسي بي عشان ما معايا كوينز، يعني امس كان معايا 1000 كوين، على طول رحت اشتريت اللي هو الداربين. لا 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 يا شيخ ما يعدي، لا والله عليك تشيك، الله 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 الله، تشيك يعطيها لأغويرو، أغويرو يعطيها لفاردي، تفلت عليها بفاردي، وش ده يا شيخ؟ ربي عندهم يعني الله حلو، التشكيلة فيها 3 مدافعين ودفاعهم جدا صلب، فلورينزو كرفخال وما أدري ديفيد لويز، أيوه ديفيد لويز وكرفخال وفلورينزي، كيف كذا متفلتين؟ لا كزيت لا هادي جول هادي جول يا حبيبي، هادي جول، وبيدرو يجيب علينا اول جول، بس عادي نعوضها، فاردي يا حبيبي عوضها، فاردي
باردي 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 يا شيخ يا شيخ، وش ده؟ وش هذا؟ وش هذا يا باردي؟ وش هذا؟ فابريجاس حلو دي سكارتل يا سكارتل. ترجع الكرة عند ريكاردو كاكا، ريكاردو كاكا يعطيها للحارس أدلر. أدلر لهالك، والله هالك في التشكيلة هذه يعني طاقاته شيء جدا أسطوري. أوكي الشوط الأول كذا، الشوط الثاني في كلام ثاني، الشوط الثاني في كلام ثاني يا عيال، بإذن الله بإذن الله في الشوط الثاني في كلام ثاني. نقدر نعوض طيب في الشوط الأول على الأقل، نقدر نعوض في الشوط الأول، نقدر نعوض، نقدر، أعتقد إنه نقدر، أعتقد إنه نقدر، أعتقد إنه نقدر، أعتقد إنه نقدر. لا يا شيخ، كيف صد الكورة هذه؟ كيف صد الكورة هذه؟ كيف؟ أوكي عوافي، الشوط الثاني في كلام ثاني. يلا بسم الله بسم الله بسم الله، نبدأ الشوط الثاني. الدقة معانا، وضعنا في السليم، ترجع الكرة عند فاردي، حلو الكرة عند فاردي، فاردي يتفلت بالسرعة حقته. أوكي دربل دربل، أهم حاجة الدربل، ترجع كذا، أوكي ترجع، حلو حلو حلو، ادخل 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 جوا منطقة الجزاء، ادخل وزع شوت. آه يا شيخ والله قهر، والله قهر يا شيخ. يلا داربن 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 داربن، ليه 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 لعيبتي ما هم قاعدين يشوتوا زي الناس؟ معايا أجويرو، معايا فارد، معايا سيسبابريكس أون فور، معايا تشيك، ما إيش؟ إيش؟ إيش اللي قاعد يصير في الملعب؟ قاعدين يلعبوا زي الخرا يا شيخ، ما هم قاعدين يلعبوا زي الناس، ليه؟ أوكي ترجع الكرة عند هالك، هالك يا حبيبي تقدم وفي نيته هدف، في نيته هدف، هالك تقدم أعطاها لبيد، نروح. الجول الثاني، الجول الثاني من بيدرو، بيدرو جاب فيها جولين. أوكي 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 أوكي، بيدرو جاب جولين، ديفيد لويز ماشي بالأم أمي وما قادر أعدي من ديفيد لويز، ما هو قادر أعدي من ديفيد لويز عيال، كيف من قادر أعدي من ديفيد لويز؟ نفسي عارف كيف من قادر أعدي من ديفيد لويز؟ أوكي هو انفورم بكل شيء وعلى الرأس بقوة 84، طيب يعني ما هو شيء، ما هو شيء، ما هو شيء. آه غريزمان، يا لي غريزمان، يا دي غريزمان، نطلع الحارس، نطلع الحارس، حلو طلعنا الحارس وفادنا الحارس. تسلل 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 تسلل، أوكي تسلل. والله يا شيخ قهر 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 قهر، فابريكس يعطيها لدارمين، لعبتي ما ادري ايش فيهم، دارمين يعطيها لجيمي فاردي، فاردي يحطها قدامه، فاردي فاردي ليا زمان ما لعبت فيه، ليا زمان ما لعبت فيه. ترجع الكرة عند ميلنر، ميلنر ميلنر، بيدرو دخل فيها جولين وصد هذا الهدف، كيف ما تعرف؟ ترجع الكرة عند يان فيرتونخن، فيرتونخن يا حبيبي يعطيها لفابري، فابري رجع كرة داربين، يلا يا داربين يلا يا داربين، ابني هجمة ابني. آه وش ده القهر، وش ده القهر؟ ليه زمان ما لعبت فيه، زمان تكتيكات فيه فراحت علي، خلاص تكتيكات فيه فراحت علي يا عيال، خلاص خلاص خلاص. والله ما أدري إيش صاير لي، ما أدري إيش صاير للعبي. يان فيرتونغن يعني ما ادري، ما 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 هو لعب، ما هو لعب، ما ادري ايش اقول، بكل التركيز وقله مهاره ضيع الكره. بيدرو بيدرو لاكازيت يعطيها لهالك مره ثانيه، هالك يجري ويرفع كوره، ممتاز الوصول الى منطقه التمرير. يلا هذه مرتده، هذه مرتده من فاردي، فاردي لاجويرو، لسه الثلاثه اللي في الدفاع، فريق غير منسجم، فريق غير متكاتف. دافيد لويز هذا لازم اشتريه، دافيد لويز الانفورم لازم اشتريه. هل تشاطرني الراي؟ لا اشاطرك الراي في القضيه، ضروري. ليست قضيه لاعب بل قضيه مدرب، ماشيين بنشبه الزمن يا شيخ، مشكله فريق الان، ماشيين بنشبه الزمن، مطالبه بركنيه لك الحكم. دافيد لويز الانفورم هذا ما ادري ايش فيه، ما ادري. طيب ترجع الكرة عند دارمين، دارمين لفرناندو، فرناندو يعطيها لميلنر، ميلنر يعطيها لفيرتونخن، يان يعطيها لروتليجي اللي حنبدله قريبا ان شاء الله بهازارد. اوكي ترجع، يرجع هنا، يرجع، حلو حلو روتليج، حلو روتليج، حلو حلو، يتقدم، حط الجول الاول، يا سلام عليك يا سلام، حط لها الجول الاول،
حطنا الجول اول روتلي جاد اللي حنبدله، هذا اللي قلنا حنبدله لفعلا من اكثر من كل التشكيله، فاردي اجويرو فابريكاس داربين كلهم هجموا، بس هو الوحيد اللي الحين جاب الهدف. اوكي 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 عادي عادي 2-1 ان شاء الله نجيب التعادل بعدين نجيب التقدم. يلا بسم الله، اهم شيء ما يسجل فينا هدف. بدأت ارجع للعبه، بدأت يعني لي اعتقد ممكن ما ادري 3 أسابيع ما لعبت فيفا، 3 أسابيع. اوكي 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 ترجع الكوره هنا، لا 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 هالك، يعني انا مركز على دب دب اي عشان اتعلم لها، وسحبت على ام فيفا وسحبت على ام التشكيله القويه هذه. المفروض من لما جات التشكيله اقعد اتعلم على لا 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 لا, لا برا برا برا. المفروض انا اتعلم على فيفا اكثر واكثر بعد ما جاتني هذه التشكيله. انا قلت لا رحت اشتريت دبليو دبليو اي، بس والله كويس اني اشتريت دبليو دبليو اي، وربي دبليو دبليو اي ذي اسطوريه يا شيخ، اسطوريه من يوم يومها اسطوريه. اوكي سيس فابريجيز 100% المناولات، يعني كل الكرات اللي جات عنده ناولها، حتى الان 2-1 باذن الله نجيب التعادل ونجيب التقدم، باذن الله نجيب التعادل ونجيب التقدم. يلا روتليج اللي جاب لنا الهدف الاول ترجع على يعني ميلر، ميلر يعطيها لساديو، ساديو ماني، ساديو ماني، لا يا شيخ ديفيد. اوكي اوكي خلينا نحطها الترا اتاك، نحطها الترا اتاك، يعني خلاص ما ورانا شيء، ما ورانا شيء كذا ولا كذا، مو حنسجل خلاص كذا ولا كذا، يعني ما يهمنا، يا اما نسجل يا اما نخسر. حلو وربي وربي ذي السحبه، الله الله روتليج راح، فاول فاول حكم يا حكم، فاول طيب يا حكم، لا 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 جريزمان جريزمان فلت علينا، جريزمان 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 جريزمان، لا جريزمان لا، طلع له الحارس طلع له الحارس، لا خلاص رجع رجع الحارس رجع الحارس. حلو ترجع الكره عند ماني، ماني يعطيها لفاردي، فاردي يعطيها للكون كون اغويرو، سيرخيو اغويرو 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 اغويرو، جول 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 سيرخيو اغويرو. يلا نقلب الطاولة نقلب الطاولة، حط اول اوت اتاك، حتى الحارس يطلع اول اوت اتاك يا حبيبي، الخطة اول اوت اتاك. مباراة جدا صعبة علي بالنسبة، يعني هي مش سهلة بس بالنسبة لي عشان لي 3 أسابيع او شهر ما لعبت فيفا، سو خلاص. اوكي ماني، يعني لما فتحت الباكجات وقلت لكم كان لي ممكن اسبوع ما لعبت فيفا، والحين لا 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 لا، جول 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 جول، طلع 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 طلع. خلاص خلاص تعادل تعادل يا عيال تعادل تعادل تعادل، حتنتهي المباراه تعادل، بس باذن الله نقدر نجيب نقدر نجيب. بسم الله يلا ساديو ماني، ساديو ماني ايش قاعد تسوي هناك؟ مكانك على الجهه الثانيه، بس يلا عادي عادي. ترجع الكره عند روتليج، روتليج لاجويرو، اجويرو لا والله قهر، والله قهر قهر يا اجويرو، قهر في العارضه لا، ليه 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 في العارضه ليه؟ مباراة جدا قوية جدا حماسية، قدرنا نجيب هدفين ولكن في اخر دقيقة كنا حنجحفلهم، بس للاسف للاسف اجويرو قرر نجيبه في العارضة. فأنا هذه كانت مباراتنا لعودة فيفا، ان شاء الله حنعود لفيفا، تعادلنا باذن الله احسن العب كثير ان شاء الله فيفا، اوسع حلقات بالدب دبليو اي بالفيفا باذن الله، نقدر بعدين يعني نفوز ان شاء الله نقدر نفوز. فهذا كان كل شيء لحلقتنا اليوم، ان شاء الله الحلقه الجايه حتكون فيها هازارد، حتكون اوكي هذا هو، هذه هي شاته في العارضه وراح يحتفل، راح يحتفل شات في العارضة وراح يحتفل، يعني جلتش خيالي. فهذا كان كل شيء اللي حقتها اليوم، اتمنى اتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم، اذا عجبتكم لا تحرموني احلى زر لايك، تشترك قناة وتشترك تشترك تشترك في كل مكان. كان معكم حسن اسعد من قناة ذا جيمر زي، امان الله. بس خليني قبل ما نشوف، خلينا نشوف لو نقدر نشوف هذه اللي شاتها. اوكي هذه هي نو جول، راح يحتفل. اوكي شوفوا شوفوا الجلتش هذا، اعتقد حسوي حلقه لحالها عشان اشوف، شوف 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 راح يحتفل راح يحتفل، والله ما ادري هذا الجلتش شيء جدا اسطوري، اعتقد اني حصوره واحطه في القناه لحاله.